بدعوتنا باسم شبكة شام الإخبارية. السلام عليكم أخي مراد. عمران، عفوا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك أخي الكريم، حدثنا عن آخر التطورات والأوضاع اليوم لديكم في المدينة، حيث سمعنا بأن هناك اقتحام جرى من قبل عصابات طاغية الشام على منطقة كفر روما. سيدي الكريم، قامت اليوم عصابات طاغية الشام وشبيحته وأمنه بمحاولة بالالتفاف إلى معرة النعمان بفك الحصار الذي يحاصره الجيش الحر على وادي الضيف، وقاموا بالالتفاف من بسيدة إلى قرية كفر روما، حيث حاولوا بالاقتحام بالآليات الثقيلة وبدبابات التي 72 في وسط إطلاق قذائف المدفعية الكثيفة على البلدي، ولكن أبطال الجيش السوري الحر قاموا بالتصدي لهم، حيث كانوا مرابطين لهم في بلدة كفر روما، وقامت بمؤازرة كافة الكتائب الموجودة في المنطقة، وقاموا الحمد لله بتدمير دبابة تي 72 وبصد الهجمة الهمجية من هؤلاء الخونة، وقاموا بإعادة أدراج إلى مركزهم، ولكنهم ما زالوا يقصفون على بلدة كفر روما ومعرة النعمان. سيدي الكريم، نعم، معرة النعمان لا تزال تعاني من قصف الطائرات الميج، طائرات الميج وطائرات السيوفون، حيث المنازل المدمرة سيدي الكريم والشهداء وجرحى في الأراضي، والحالة الإنسانية لا يمكنني أن أحدثك عن الحالة الإنسانية لأنها مأساوية جدا سيدي الكريم، مأساوية الجيش مأساوية. السوري الحر كيف كان التصدي من قبله لهذا الرتل الوحشي؟ الجيش السوري الحر كان ذو همة عالية، والجدير بالذكر أنه كان يدا واحدة، كل الكتائب كانت يدا واحدة، نعم، رابطوا له وتصدوا له بكل عزيمة، وردوه معنويات ويتوعدون له هؤلاء؟ بمحاصرته. ماذا عن معنويات كلاب الأسد كرمك الله؟ معنوياتهم صارت في الأراضي سيدي الكريم، معنويات جيش الأسد صارت في الأراضي، لأن الجيش الحر تصدى لهم وعادوا أدراجهم، وتوعد الجيش الحر لهم بالالتفاف عليهم وبمحاصرتهم. نعم نعم، سيدي، شكرا جزيلا لك أخي الكريم. نعم سيدي نعم الكريم، فقط تفضل. أريد أن أنوه إلى شيء، إن طائرات ميج وسيخوي تقوم يوميا بالقصف على جبل الزاوية ومعرة النعمان وبلدة كيش بالقنابل العنقودية سيدي الكريم، قنابل العنقودية هذه المحرمة دوليا، أين العرب أين الدول للتصدي لهذا المجرم الذي يقوم بخصف شعبي بالقنابل العنقودية، وفي بلدة طاعون أيضا ورام حمدان بالطيران الحربي الكبرى الذي ترمي ببراميل التي انت على المنازل نعم، وقتل الأطفال والنساء سيد الكريم. نعم، ماذا أيضا عن الأهالي أخي الكريم، وعن تدبرهم أمورهم المعيشية الأهالي والوضع الإنساني في المنطقة لديكم؟ الوضع الإنساني، إذا أردنا أن نأتي إلى الكهرباء لا كهرباء أبدا في المنطقة كلها، حتى في جبل الزاوية في ريف إدلب الجنوبي لا كهرباء لا ماء لا دواء، هذا الكلام أنا أتكلم عنه وأنا مسؤول عنه سيدي الكريم، نعم، حتى أنهم يعانون جدا جدا جدا، حيث أنهم الأهالي تغادر منازلها منذ الصباح ولا تعود إلى المساء خوفا من الطيران الذي لا يعرف لا أطفالا ولا نساء ولا شيوخا سيدي الكريم. نعم، هذه نعم سياستهم الممنهجة على كافة مناطق سوريا اليوم ونشاهدها بأم أعيننا. أشكرك جزيل الشكر أخي عمران مراد، محدثنا باسم شبكة شام الإخبارية في مدينة إدلب.